يمكن احنا بنتكلم على ان عدد الاصابه في تزايد، ايضا مهم ان احنا ناس بعدها زي السكر، ارتفاع الضغط، مشاكل في القلب، ازاي يتعاملوا مع فيروس كورونا لو حصل ان هم اصيبوا بيه؟ اكيد في اجراءات لازم يتبعوها من حيث المحافظه، الطعام، كل ده اكيد لازم يهتموا بيه. هي المناعه اللي بتاثر على المناعه زي السكر او الامراض بالمناعه، دول اهم ناس بنخاف عليهم. لازم على نفسهم تماما يبتعدوا عن الاماكن المزدحمه، ما التهويه تبقى كويسه، على طول ما يقلعوش الماسك نهائي، ايفن حتى لو هم بره، طالما بره الشقه وايفن جوه الشقه، بحيث لو هم قاعدين مع لازم يستعملوا يعني اي ماسك، حتى القماش كل واحد بيبقى له درجه من درجات الحمايه. السكر مثلا في ادويه الدكتور بيوقفها ليهم، فلازم يتابعوا على طول مع الدكاتره ويسالوهم على طول، ايفن حتى لو هو عن طريق التواصل الاجتماعي يحول. جزئيه المرض تختلف، من في ناس احيانا تقول بشكل عام، هل ده يعني علميا خط؟ لو البروتوكول الاولاني اللي هو بالنسبه هو ياخد الفيتامينز ويحسن بيه مناعته، اتس اوكي، مفيش مشكله ان هو ياخد الفيتامين سي والزنك وكده، ما اقدرش اقول لا خالص. انما لو هيبتدي يخش في حاجات لما يفضل كده ويستعملها نسبة للناس بالفيروس مناعة منه، ما بقدرش ان انا بعد كده بيفشل المضاد الحيوي دوت اما اجي اديه الدكاترة. فطبعا ممنوعة نهائي، مفروض ان هي وحتى بره من المضادات الحيوية ما تصرفش ابدا، من اي حد يروح يخش الصيدلية وياخد مضاد حيوي لوحده كده منه لنفسه، لازم بتبقى باستشارة طبية. طيب ننتقل الى كيفية رفع جهاز مناس في الفترة دي، لانه كتير جدا بنجد انه لو جهاز المناعة ان هو اصابة بفيروس كورونا، ننبه كمان انه يعني المصل فانا ايضا معرض لفيروس كورونا، ده يعني لا يمنع الاصابة بفيروس كورونا. اولا اهم حاجة اللي يحس باي اعراض او انه عنده اي مشاكل، الراحة التامة دي احسن حاجة، بجانب التغذية. وانا شايف عندكم مثلا ان شايف شيرين عامله لنا حاجات حلوه قوي النهارده، يعني مثلا اختارت شوربه البطاطس، ودي مثلا بطاطس وحط عليها كركم. الكركم بيقوي المناعه جدا، كويسه فدي احسن من الادويه والفيتامينز اللي بتتاخد اكيد بالظبط نزليه. من موضوع انه احيانا الاعراض بتختلف من شخص لاخر، هل انا محتاجه ان انا اعرف مثلا انا بعد قد ايه ممكن يعني اقوم بعمليه المسحه؟ في ناس تقول لا بعد 3-4 ايام بقى هي عندي كورونا ولا ما عادش ده حاليا. المسحه فولس نيجاتيف وفولس بوزيتيف، فولس نيجاتيف يعني مطلع سلب وتبقى غلط، وممكن تطلع ايجابي وهو مش ايجابي غلط. طبعا في نسبه فولس نيجاتيف وفولس بوزيتيف. اهم حاجه هو ان انا بعمل التحاليل بتاعه الكورونا، سكر الدم مع الفيريتينين مع دايمر مع في لو طلع شكيت ان في كورونا بدي بشوف بعمل المسحه. وايفن حتى لو الدكتور الكويس بيقدر يشخص، ما هو في عنده الاعراض ما تكونش، على فكره الاعراض ممكن تيجي او ما تجيش وتبقي حامله الفيروس وما عندكش اعراض. صحيح. لمده من 5-6 ايام او لمده 4 يوم عامه تبتدي الاعراض، او يكون عندك الاعراض وما هي مش كورونا. ممكن تكون بس نتعامل مع البرد بشكل عام ان هو ممكن يكون لازم الى ان يثبت العكس. ده افضل، ده مهم قوي، ده افضل. لازم بتعامل معاه بجديه على انه كورونا الى ان يثبت العكس. ده افضل للمريض وللدكتور وسمعة الدكتور.